أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة يفاجئ الجميع ويخرج بتصريح غير متوقع عن المنتخب المغربي بعد اكتساح المنتخب المصري بسداسية مع الرأفة. ويكشف أبو تريكة أيضا الفارق بين المنظومة المغربية العظيمة والمنظومة المصرية الفاشلة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل وفي البدايات، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني باللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. النجم المصري بل الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة أكد أن فوز المنتخب المغربي على المنتخب المصري بسداسية نظيفة مع الرأفة نتيجة طبيعية جدا جدا جدا، نظرا للفارق الكبير بين المغرب كمنظومة كروية وبين مصر كمنظومة كروية. تريكة أكد أن المغرب ستسيطر على القارة الإفريقية لسنوات وسنوات قادمة نتيجة المجهود من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتخطيط الصحيح، يسيرون في الطريق الصحيح. هذا ما قاله أبو تريكة عن المنتخب المغربي والمنظومة المغربية. على الجانب الآخر أكد محمد أبو تريكة أن المنظومة الكروية المصرية ستظل في فشل عميق نتيجة الجهل ونتيجة عدم التخطيط للمستقبل. فارق السماء والأرض بين المغرب ومصر، هكذا ما اختتم أبو تريكة به تصريحاته اليوم.